بالفنان اللبناني الكبير معين شريف. صوتك هذا الناس اللي بلقاني عدوك
السلام وتشابكت منا اليدان فليس من بعد انفصال عهد قطعنا للهوى عهد قطعنا والبر من شيم الكرام ماذا أقول وقد تلاشى في صمتي والكلام Oh,
وسهلا فيكم جميعا. طال غياب بس الحق مش عليكم ولا عليكم، والحمد لله رجعنا تلاقينا. الحمد لله. الله لا يجيب كوارث بعد. اشتقت لكم اكثر ما انتم مشتاقيني، والله بيشهد. لانه هذا المهرجان في له المعزه الخاصه، لاننا كنا من المؤسسين لهذا المهرجان، والحمد لله اصبح مهرجان عالمي. اهلا وسهلا فيكم، بنبلش سهرتنا بحكم الموسيقيه بقياده الحبيب ايلي برات. اهلا وسهلا. تحيه كبيره من القلب لإلك فناننا الكبير والعظيم وعين شفاف. شرفتنا اليوم على مسرح مهرجان الفئات، نورتنا بعد طول غياب، ان شاء الله يا رب نلتقي فيك الايام المقبله كمان. تفضل رئيس مدير المهرجان. الفلسطينيه اللي جايه من فلسطين الحبيبه اللي نسيت معي هالشباب لهي ذكرى حلوه. فليتفضل مدير مهرجان ببحث عطوفة السيد أيمن زماوي بتكريم الفنان معين شريف. لكن بدو يتأكد كمان بتروح
على الدور خلينا دور بتروح بتروح كثير وبتغيب كثير وبترجع عبر اجل عمرك كأني ما تكعب
خلي عظامي وجعلني وياكم بنقول كيف قدرتي ما تخبيها بعيونك الحلوين انتو عدوها وكيف قدرتوا تقسوا علي لاخر كلمة تقلك هي شو بيشبهك ومن أول النهاية